FM. الكلمة ليك مع سيمو عز بالحاجر حومة رئيس لجنة التشغيل والاستثمار في ولاية نابل والنائب بمجلس نواب الشعب وسي عمارة شويخ المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل اللي حاضر بحضينا. سي عمارة مرحبا بيكم، شرفنا بالحضور متاعك وبيك وكافة المستمعين. يعيشك دونك الناس اللي يسمعوا فينا نجموا يتصلوا بنا على 72 280 300 باش تسألوا واحنا هوني نجاوبوا، نعطيكم فكرة أكثر على المشروع هذايا. وإن شاء الله سي معز يلتحق بنا بعد شوية يوصلنا سلامات. نبدأوا معاك سي عمارة، ناخذوا فكرة بما أنكم أنتم زادة مشاركين في هالمشروع الكبير هذا اللي بعث 500 مشروع لفائدة العاطلين عن العمل في ولاية نابل. القيمة المالية اللي ترصد لهالبرنامج هذا طيبا نجم نقولوا دونك لهوني نعرفوا بها الفكره هذه، فكره او البرنامج هذا اللي بعث 500 مشروع. شكرا. من ناحيه المشاريع ما عندناش عدد معين بالنسبه لبعث المشاريع. عندنا وقع رصد ميزانيه ما يقارب 6 مليون دينار لبعث المشاريع. الإشكال المشاريع هو ثم ضعف إقبال من المواطن وخاصة حاملي شهادة التعليم العالي على بعض مشاريع متاعهم رغم جميع التسهيلات والمساعدة والإعلام، وأنا قاعدين نتنقلوا من جهة لجهة وفي الإذاعات وإن شاء الله الصوت متاعنا يكون واصل وإن شاء الله نمدوا لهم يد المساعدة على بعض مشاريع متاعها. بالضبط، هذا هو الهدف. دونك تشجعوا إذا عندكم فكرة وعندكم مشكلة في التمويل، ها فما تقريب 6 مليون دينار للناس اللي يحبوا يعملوا مشروع، اللي يحبوا يخدموا ربما يخدموا ناس وخلينا معاهم. سي معز بالحاجر حومة مرحبا بيك. مرحبا بيك أختي وربي يبارك لك في الدعوة هذه. مرحبا منورنا. نعتبرها دعوة في الاتجاه الصحيح بالدور اللي نجم يقوم به الإعلام الوطني، الإعلام اللي بالفعل نجم يساعد على حل مشاكل الناس بشكل مباشر. مشكل العاطلين على العمل مشكل كبير. احنا ثورة تونسية قامت وقامت عليهم هما، قالوا احنا نحبوا على خدمة، نحبوا على كرامة. التوى ما عملونا حتى شيء، ما خدموناش، ما قدموناش يد المساعدة، ما عاونوناش. هاو يا سيدي انا ما نحبش نمشي نخدم تحت الحاكم كما يعملوا اكثر الناس. عندي مشروع ما قيتش منين ناخذ فلوس، يقول لي اعطيني انت فلوس انا ديجا عاطل. سيدي هاو فما فلوس ترصدت للناس اللي عندهم أفكار. الفكرة اللي انطلقت من خلال لجنة التشغيل والاستثمار اللي أنا ترأسها في المجلس الجهوي، مع العلم أنه اللجنة هذه تأسست تقريبا عندها شهرين، لأنه إحدى اللجان الإضافية اللي ضافت للمجلس الجهوي كانوا فما 8 لجان، أضفنا زوز لجان، لجنة التنمية المستدامة ولجنة التشغيل والاستثمار. خديت أنا كرئيس لجنة التشغيل والاستثمار وعملنا أول جلسة بحضور السادة مديرين الجهويين اللي عندهم علاقة بالتنمية والاقتصاد والاستثمار، أساسا سي عمارة وحاضر معنا مدير جهوي للتنمية للتكوين والتشغيل وكذلك مدير جهوي مدير جهوي للتنمية الجهوية والمندوب الصناعات التقليدية والمسؤول على لابيا وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي واللابي والتجارة، وكذلك كان حاضر معنا اللي هو هذا الحلقة حلقة الوصل الأساسية في الفكرة هذه هو بنك التضامن، بنك التونسي للتضامن البتياس سي عادل رئيسه في ولاية نابل. الفكرة انطلقنا في أول جلسة لبلورت شنو الدعم اللي نجم نقدموه في المجال هذا، مجال التشغيل والاستثمار اللي متعرفوا التشغيل إحدى القضايا المركزية في وضعنا الحالي بعد الثورة وقبل الثورة، وآليات الاستثمار كما كنت نسمع فيك الناس عندها أفكار مشاريع لكن مش قادرة تجسدها، وهذه إشكالية حقيقية. اكتشفنا أنه فما مشكل أساسي هو مشكل إعلامي، أن الناس وأصحاب أفكار المشاريع اللي هم برشا
من ذوي الشهاده الجامعيه ولا من غير ذوي الشهاده الجامعيه، لانه عقليه الانتظار حتى نستنى تجيني وظيفه عموميه هذه تكاد تكون باش تنعدم في المستقبل. اذا كان ما نقولوش كليا تبقى ممكن في سد شهور نتاع روتريت ولا نتاع تقاعد، ولكن نشوفوا حتى مقارنه بالاقتصاديات بعض الدول اللي مشات شوط كبير في التشغيل وفي خلق الثروه وخلق التنميه، اللي ترتكز اساسا على المنظومه الجديده اللي هي التكوين والتشغيل في خلق مشاريع صغرى ومتوسطة تخلق ثروة، تخلق شغل وتخلق تنمية. هذا الفكرة اللي حاولنا، أنه قلنا الإشكالية الأساسية كانت في الجانب الإعلامي، أنه موجودة موارد حقيقية وضعتها الدولة مش مسنة منذ 2013 تقريبا المشروع هذا، لكنه بقايا يراوح معناتها بين الإدارة والإدارة. قلنا الإشكال الحقيقي هو الجانب الإعلامي، وبالتالي خذت على عاتقها اللجنة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية اللي عندها علاقة، وبالتنسيق مع السيد الوالي اللي هو والمعتمدين، مشينا في حملة تحسيسية من أجل أنه الحلم هذا اللي يراود الكثير من العاطلين على عمل بكل الفئات، من الناس كما قلت ذوي الشهادة الجامعية ولا الناس اللي عندهم تكوين مهني خاص في أكتيفيتي معينة في قطاع معين، ولا الناس حتى اللي ما عندهاش شهادة علمية ولا ما عندهاش شهادة مهنية، نجموا يعملوا لهم من خلال برامج تقدمهم سي عمارة من بعد كثير من البرامج اللي نجموا يعملوا نوع من الإحاطة والتكوين الخاص في إحدى الاختصاصات اللي المواطن هذاك يحب يكون في يعمل فيها مشروع. بالتالي نجموا يعملوا له نوع من التكوين السريع، التكوين ينجم يكون في نهارين، في ثلاثة، في أسبوع، في 20 يوم، في شهرين، في ثلاثة، على حسب نوعية المشروع. وهنا احنا دورنا باش نحاول نقرب المواطن ونوفر له اليد المساعدة المطلوبة باش يستوعب شنو الآليات هذه، لأنه آليات متعدة وغامضة عند المواطن، تبقى غامضة. وكان هناك حواجز، نقولها بكل صراحة، كانت هناك حواجز خاصة فيما يتعلق بالتمويل الذاتي وبالإجراءات الإدارية اللي هي كبيرة برشا وتعطل في مستويات متعددة، معقدة بشكل كبير. احنا دورنا قلنا خذنا عاتقنا كلجنة أنه باش نحاولوا نقربوا ونقربوا المواطن للإدارة من أجل أنه يتمتع بهذه الامتيازات وهذه الإمكانات اللي متوفرتها الدولة اليوم، ونحاول ندعمها. فما أفكار أخرى، فما مصادر تمويل أخرى تنزيدوا نحكيوا عليها خلال البرنامج نتاعكم إن شاء الله. دونك فما برنامج كامل. أنت قلت لي كنت عندنا مشكل نتاع إعلام، باش تقربوا أنتوما مهل عاطلين على العمل، تقربوا لهم أنتوما الخدمات، خلينا نقول وسمحني في الكلمة، أي بالضبط، أي الفكرة بالضبط، تقدموها لهم وهما يقدموا الأفكار نتاعهم. المشاريع كيفاش باش تاخذوهم؟ وين باش تمشيوا البرنامج نتاعكم؟ هذايا وأكثر نحكيو فيه بعد شوية. كابتي الموجة وتبع حميدة كريم في حكايات الناس من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة نتاع العشية على كاب اف ام، على كاب اف ام. هذه هي حكاية الناس لنهار الاثنين 8 جوان 2015. اليوم نحكيه على برنامج كبير الحقيقة في ولاية نابل، برنامج لاستقطاب العاطلين عن العمل وحثهم لبعث مشاريع تشجيعهم بالأصعب نقطة تقريبا يواجهوها هي التمويل متاع المشروع متاعهم والأمور الإدارية وحتى التكوين، زادة لأنه البعض يبدأ عنده فكرة ومش عارف كيفاش يبدأ فيها، مش عارف وين يمشي وين يتجه، مش عارف شنو اللي ناقصه بالضبط، مع شكون ينجم يتعامل، شكون ينجم حتى يخدم معاه. دونك برشا نقاط هذوما باش يتحلوا من خلال البرنامج اللي الحقيقه تشارك فيه برشا مؤسسات. وهوني اليوم حاضر بحذانا سي معز بالحاج رحومه وسي اعمار شويخي، نحكي معاهم على بعض التفاصيل اللي تهم البرنامج هذا. دونك سي معز، انت قبليك كنت تحكينا واعطيتنا فكره هل برنامج بشكون يعتني او اللي شكون موجه، فما بدينا نحكيه على انتوما باش تقربوا من الاشخاص هذوما في استراتيجي كامله تقريب. بديتوا انتوما بمعتمديه الميدا، وقبل تقول لي شنو صار في الميدا وبعدها وين ماشيين، كيفاش اخترتوا النقاط اللي بشكونوا حاضرين فيها؟ النقاط تقصد المعتمدين؟ أي. أي. احنا حرص، هذا مبدأ اتفقنا عليه السادة النواب الكل في الجهة كما اتفقنا عليه قبل أعضاء النواب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في إيجاد نوع من الآلية اللي من خلالها نحاول نكرس نوع من العدالة بين مختلف المعتمديات.
خذينا ما يسمى بمؤشر التنمية في كل معتمدية لحضرهم المعهد الأعلى للإحصاء وزارة التنمية الجهوية تقدمها، نلقوا فيها بالترتيب معناتها التنازلي المؤشر التنمية بالمعتمدية بالمعتمدية. خذينا أسفل احنا الترتيب في المعتمديات هذوما اللي هما أساسا بالترتيب كما هو معتمدية حمام الغزاز، معتمدية تاكلسة، معتمدية الهوارية، معتمدية الميدا، ثم أبو عرقوب، ثم منزل تميم، وانت طالع حتى نوصلوا الأول أكبر مؤشر للتنمية في الولاية هي معتمدية الحمامات. كي نقول الكلام هذا ما يعنيش أنه داخل معتمدية الحمامات ما فماش معناتها ما فماش قرى وما فماش مناطق اللي هي مهمشة وبعيدة كل البعد عن التنمية، هذا ما، لكن نأخذ احنا المؤشر العام يعني الآلية الوحيدة. دونك خذينا تقريبا كفكرة أولى باش ننطلقوا في عمل اللي يكون مبني على أسس معقولة ومنطقية كما قلت، نسعى فيها نوع تحقيق نوع من العدالة. أكثر المناطق اللي هي تهميش في التنمية ما عندهاش، ما فيهاش مناطق صناعية، ما فيهاش مصانع كبرى، ما فيهاش، هي أساسا الميدا، الهوارية، حمام نغزاز، تاكلسة. كان البرنامج الفكرة الأولى باش نطلقوا أربع معتمديات الأولية اللي هي كانت مبرمجة بالترتيب هذا، يوم 4 تاكلسة، يوم 5 معتمدية الميدا، يوم 12 الصباح الهوارية، وكان من المفروض يوم الجمعة 12 المساء حصة مسائية في معتمدية حمام نغزاز، لكن ألغينا اللقاء الأول تاكلسة لأنه عامل الوقت كان ضيق جدا لإعلام الناس، وبالتالي ما كناش نجمو نخدمه في زوز اتجاهات في وهذه فرصة من خلال كابا فام أنه تقوم دور تعاوننا فيه بالإعلام للمحطات القادمة، وإن شاء الله نحاولوا أن ندوكم بكل البرامج متاعنا خلال الأنشطة القدام، لأنه كما قلنا هدفنا وهدفكم هو كيفاش فما إمكانات موجودة وفرتها الدولة، وفرتها المجتمع، معناتها عدة مؤسسات وعدة أطراف، عدة أطراف وعدة مؤسسات مالية وغير مالية. أنا الآليات هذه والإمكانات هذه زي ما توصل المواطن للي هو المستهدف أساسا في البرنامج هذا. قلنا أنت سألتني على علاش اخترنا هكا، قلت لك اخترنا تاكلسة، الغينة تاكلسة أجلناه لأنه المعلومة ما وصلت شندوما، كيفاش تخطوا المعلومات متاعكم باش توصل؟ كان عامل الوقت زربنا شوي كي قررنا باش نعملوا الفكرة هذه، حبينا ننجزوها قبل دخول شهر رمضان، لأن شهر رمضان ينجم تتعطل شوية بعض الإجراءات في إمكانية تجميع الناس، وخاصة داخلين على صيف ورمضان، الصباح الحصص الصباحية تقع صعيبة شوية، الناس في عطل وممكن تصبح راقدة شوية، والحصة المسائية تكون ممكن صعيبة، لكن رغم ذلك ناويين إن شاء الله حتى في شهر رمضان باش نواصلوا البرنامج متاعنا، وكما قلت لك إن شاء الله نمدوكم تعاونونا على الأقل في جانب التحسيس والإعلام بهذا البرنامج. بدينا الميدا، تمشي للميدا مثلا وانتم مشيتوا لها قبل توصلوا لها، انتم كيفاش الإعلان يصير، كيفاش تقربوا منهم انتم العاطلين في المقاهي وين؟ سامرة، هذه عن طريق التنسيق كلي مع السلطات المحلية على رأسهم سيد المعتمد، يقوم بتحسيس الشباب متاع المنطقة اللي يرجع لي بالنظر لليوم الجهوي ذي اليوم المحلي حول البرامج والآليات وما هو مطلوب. وإحنا للتجربة اللي عملناها في الميدا يوم الجمعة الفرد سمعناهم فردا فردا. الإقبال كيفاش كان ساعة؟ الإقبال والله كان محترم، ما يفوق 110 شاب وشابة، ثم ما يقارب 13 مسؤول جهوي حضروا، وخذيناهم فردا فردا. ثم زوز نواحي، ثم سواء المساعد على انتصاب الحساب الخاص هو بعث مشروع، سواء للحصول المساعدة على عمل مؤجر. هزينا معنا ما يقارب 550 عرض شغل تتوزع من الحمامات حتى الإقليبية. ما اللي ممكن نقطة ما هيش واضحة هنا، القبول على العمل المؤجر كان ضعيف جدا. ثم عندنا قلنا ما يقارب 500، ما يفوق 500 عرض شغل في قطاعات متعددة، في قطاعات مختلفة، على مستوى من العامل مختص والعامل حتى غير مختص، حتى حامل شهادة تعليم عالي. كان به فما تليفون باش يسكرونا سي عمارة وسي معزز اخذ عليه. انا نقول طريقة الاعلام كيفاش كانت، هو احنا بالدرجة الاولى علمنا السيد الوالي، السيد الوالي يعلم السيد المعتمد المعتمدية، والمعتمد دوره يعمل اجتماع بالعمد اللي هما تقريبا شبكة التواصل متاعه مع المباشر مع المواطنين في المعتمدية هذيك،
وكذلك تم معناتها تقديم اعلانات علقت في اماكن عده، وعلمنا بعض الجمعيات المجتمع المدني اللي ممكن قدرنا نعلمهم. ونرجع نقول اللي وسائل الاعلام تنجم تعاوننا برشا في، لانه ما عندنا حتى غايه احنا الا انه اعلام ما امكن من المواطنين بالحد الاقصى. سعمار قال حوالي 100 وقولوا 120، هذوما اللي بالفعل سجلوا افكار مشاريع، لكن الحضور كان يفوق ال 200 شخص. معناتها فما ناس جات تحب تكتشف، تحب تطلع، تحب تشوف مصداقيه العمل هذا. شفنا حالات متعدده مختلفه، وبالتالي مختلفه من اللي سجلناه ما يقارب 110 ضمن المسجلين وراغبين، خاصه في الانتساب للحساب الخاص. نجو احنا نشوفوا مشكله التشغيل هو مشكلة عامة تحتاج إلى التعاون بين جميع الأطراف. عندنا اللي مازالت ناقصة هي ثقافة بعض المشاريع لدى الشباب، وثقافة بعض المشاريع تنجم تكون حل من الحلول متاع لحل مشكلة التشغيل. ولاية نابل ممكن أنا باش نذكر عندنا فيها نسبة بطالة 10.3 على المستوى العام، 8 على المستوى الذكور، و 14.8 على مستوى الإناث. لكن نزيد نذكره بالنسبة الوطنية هي 14.8. قارنوها بأغلب الولايات نسبة محترمة. وزيادتنا هذه يلزمنا نشجع الشباب وخاصة من حاملي شهادة التعليم العالي، ندعوهم إلى عدم الاكتفاء بثقافة الحصول على وظيفة في القطاع العمومي. خطر العقلية أغرب الشباب تو يحب يقول لك يحب يلتحق بالوظيفة العمومية بالقطاع العام. هنا نفتحوا قوس، ممكن ما عندوش ثقة في القطاع الخاص، خطر يقول لك هذا باش نخد من مدة وبعد باش يخرج، ولا يحب كيف ما يقولوا فيها أن شهرية قارة مسمار في حيط وما عاد يلوج لحد. لذا احنا ندعوهم أن بعض مشاريع عندنا من فكرة إعداد من فكرة المشروع، إعداد المخطط النجم نعاونوه، البحث على التمويل، تكوين تكميلي في التصرف وفي المجال التقني للمشروع، والمرافقة والمتابعة خلال سنتين في الأوليتين لتركيز المشروع. كانت معضلة قبل يقولوا شباب تمويل ذاتي، تو معاش عندنا مشكلة تمويل ذاتي. عندنا آلية اعتماد الانطلاق توفر التمويل الذاتي، يقع تسديده لمدة على 5 سنوات بعد تسديد القرض الأصلي وبدون فائض. معناها باش تعطيهم 100% تمويل؟ عندهم 100% تمويل بدون تمويل ذاتي، صفر تمويل ذاتي، ما غير ما يمشي يرهن لا دارو يا لا موتورو لا بسكليتو. اعتماد الانطلاق غير محدد، سقف نتاع الاعتماد الانطلاق طلبت اليه البنك التونسي للتضامن 20 مليون ياخذ 20 مليون كاعتماد عن طريق آلية اعتماد الانطلاق. يقع تسديد ال 20 مليون بعد ما يسدد القرض الاصلي لمدة 5 سنين وبدون فائض. 20 يرجحهم 20، القرض الأصلي فيه فائض. بالتمويل الذاتي يقع تسديده بعد القرض الأصلي ولمدة 5 سنوات. احنا مازلنا باش ناخذوا برشا نقاط نحكيوا فيها، برشا تساؤلات تدور في أذهان المعطلين عن العمل اللي قاعدين يسمعوا فينا، واللي نجموا يتصلوا بنا على 72 280 300. بعد الموسيقى موعدكم مع أخبار الساعتين ونص، احنا مواصلين في مشوارنا اليوم حتى للأربعة. سكت السلامة أمل مهر، نقولوها احنا بيدنا معاك يا أمل. الناس اللي في الطريق يسمعوا فينا معدلين الموجة على كابا فيم، دونك مرحبا بكم الناس الكل. إذا عندك ولدك عنده مشروع ويحب يعمل مشروع ومش عارف منين يبدأ، عنده فكرة، ها فما برنامج كامل في الوطن القبلي في ولاية نابل لبعض 500 مشروع تقريبا. دونك يحضر بحثنا اليوم سي معز بالحاجر حومة، رئيس لجنة التشغيل والاستثمار في ولاية نابل والنائب بمجلس نواب الشعب، سي عمارة شويخي المدير
الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل. ثم تنجم تحضروا معنا على 72-280-300 كالمسليم شيحول ريقوا شوية. مرحبا بكم الناس الكل، معاكم بلاي في الأخرى. صابر العروس متاعنا يرجع لنا بعد الكونجي متاع العرس، قولوا له إن شاء الله بالهنية يا صابر. مرحبا بك. التصاور والكواليس متاع الميسيون متاع اليوم تلقوها على الباج بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل. دونك سي معز نحكيوا على البرنامج هذايا اللي باش يفرح برشا عاطلين عن العمل، عندهم أفكار. هوني ما بين التساؤلات اللي تنجم تتقال، ربما باش تلاحظوا انه فما مشروع أفكار متكرر متعاود، او مشروع فكرة ناقصة نقولوا احنا بلغتنا شوية روشيك. في الكلتا الحالتين كيفاش تعملوا معنا، كيفاش تدخلوا؟ احنا الهدف اساسا هو كيفاش ممكن اي مشروع ينجح. تجب تكون فكرة متكررة في قطاع معين اللي يحتمل تنوع وتعدد المشاريع من نفس القطاع، ما تكونش فيه معناتها إخلال بيسير مشروع أول أو ثاني أو عشر. وبالتالي هنا يدخل في دراسة جدوى المشروع. احنا كي نخمو ونبدأونا نحكيو مع المواطن اللي عنده فكرة مشروع، باش نحاولوا بكلنا من خلال الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، ومن خلال كل الأطر، فما العديد من الأطر اللي توفر نوع من الإحاطة، نوع من الأكومبانيومون، نوع من المصاحبة لصاحب الفكرة المشروع. وإحنا بدورنا كذلك نكون مستعدين. وهنا دور زادة، نخلي نركز على نقطة معينة، دور المجتمع المدني، الجمعيات خاصة اللي تشتغل بالشأن التنموي، اللي عندها ضمن أهدافها جمعيات تنموية، وبالتالي تنجم تساهم. وهذا كان فما مشروع تم إقحام فيه الجمعيات التنموية أنها تساهم في تأطير وإعداد صاحب فكرة المشروع هذا أنها الفكرة تصبح مجزدة. قلت لي إذا كانت تتنوع الفكرة. أي نعم. إذا كانت تتنوع نجيب عليها بعد شوية. معنا سامي إحنا في التليفون، نخلوه. سامي مرحبا. مرحبا بك عشان. مرحبا أختي حميدة. مرحبا سمعيز وكل الضيوف. يعيشك سامي، تكلم فينا من قليبيا. من قليبيا نكلم فيك. مرحبا. عضو من المجتمع المدني كادب عام اتحاد الجيري الموقفين لنابل. والله هو مشروع به برشا، اما ما اللي رزمه ديما انا ديما عندي تدخلات، يمكن هي يحسوا برشا عباد، يمكن فما عباد تحسوا بها. طبعا نوفروا المواد التشغيل للناس العاديين. بالنسبة انا تمنيت لو كان المؤسسة في نابل تسد على المجتمع المدني بالحق كما الاتحاد الموقفين بنابل يسدعهم على اساس اسك فماشي معناها بروجي للمكفين زاد باش يدخل تحكيت هال البرنامج هذي. يعطيك الصحة، لأن عندنا ناس صحيح عندهم شهيد وخدموا، فما ناس بطالة فاتوا العمر متاعهم عندهم حتى سنة، يعني باش ياخو مورد ذاتي كما قلنا احنا، باش يحبوا والله يا حميد هو ما يطالبوا يحبوا فماشي ما كشف فماشي باش يصوروا. بينما أنا راع الناس العاديين بعد ما تلقى قاعد في القهوة يقول لك ما أخدم حتى خدمة. سي سامي خويا ننظر هالفئة ذي. سي سامي خويا سامي شحوالك، تحية خاصة معك سامي. لاباس خويا. أنا نتفاعل معك على الهواء بشكل مباشر ونقول لك هذا التزام مني شخصي. إذا كان أنت تنجم تحضر لنا نوع من الاجتماع خاص في مع اتحاد المكفوفين في الجهة، وإذا كان عندكم بعض أفكار اللي ممكن نبلوروها مع بعضنا ونزيد وندفعوها مع البحذية سي عمارة المدير الجهوي للتكوين والتشغيل ومع البتياس، احنا مستعدين نتفاعلوا بشكل إيجابي حتى بالفعل هذه الفئة من المجتمع اللي هم إخوتنا وأبنائنا وذوينا بكل الأشكال واللي عندهم حق علينا بامتياز ومش مزيع أنه نقفوا. والله هذه بشرة. لا والله هذا وعد، معناتها إذا كان عندكم أي فكرة أنت أي نوعية أنت مشروع اللي نجموا نعاونوا بهم، احنا ما نبخلوش بحول الله بكل ما أتينا من خلال توفير الإمكانات من خلال البنك التونسي للتضامن ولا من خلال غيره من الإمكانات الأخرى عن طريق الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. إذا كان فما اختصاص معين اللي يتطلب تكوين خاص
نجمها وسي عمارة ينجم يجاوب على ذلك وينجم يأكد لك هذا المعنى. أنا مستعد من خلال ترأسي للجنة. أنا صدقني كانت تقول لي غدا أنا عبد النابل. أنا بالحق لا نطلب منك بشكل رسمي سي سامي. سعادة كبيرة برشا سي سامي. بشكل رسمي نطلب منك عن طريق الاتحاد المكفوفين بولاية نابل أن ننظموا جلسة في أقرب فرصة والنجم نتبنيها احنا بصفتنا لجنة التشغيل والاستثمار من خلال المجلس الجهوي للتنمية بنابل، ونتبناو اجتماع خاص بالمكفوفين ونطرح فيه إمكانية بعث أنواع معينة من المشاريع اللي تنسجم مع المؤهلات نتاع الأخيين هذا. وسي عمار ينجم يأكد لك ومعك سامر كما وقت تحبوا تعطينا الدات وقتش أنا سيسامي اتصل بهم سيسامي وحدوا مبعثكم أنت اتصل بهم وحدوا مبعثكم موعدها وعلى المباشر قالوا لك احنا يا سيدي حاضرين ونعملوا هكا جلسة مع بعضنا ونحكي في النقاط اللي تهمكم. يا سيسامي ويعطيك الصحة يا حميدة إن شاء الله دوم تألقى وهذه بشرة بالحق. أنا واحد الناس نرتاح بالأشياء اللي بتفرح المكوفين. عسلامة سيسامي. سيسامي عسلامة سيسامي. معك سي عمارة شويخي. شوف راه ممكن كنت تتصل بالاتحاد المكفوفين بنابل، راه انطلقت معاهم في عمل وان شاء الله العمل هذا يكون مثمر لكافه الاخوين المكفوفين وان شاء الله مازال ما جاش حتى سي عمارة. لا 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 في في شوف الانتدابات انطلقت ونظرنا عليها وعملنا اللي يلزم نعملوه وما ياش مزيه وذاك راه احنا متحملين المسؤوليه واحنا على ذمتكم في اي وقت اذا كان تحب نعملوا جلسه مع الاتحاد نعملوا جلسه ونعاون الاخوين الكل وخاصة اللي يحبوا يبعثوا مشاريع وما نش عاملين رمزية في أي وقت. ويعطيك الصحة وهذه بشرة خير. هذه بشرة خير ودامت كاب أفهم. ميرا انطلقت فيه المشروع هذا ربما أنا ما نحكيتش برشا فيه وانطلقت مع الأخوين وإن شاء الله مشي خطوة تو وإن شاء الله تو نحطوا خطوات أخرى وخاصة على بعث المشاريع. أي واحد يحب يبعث مشروع احنا باش احنا حاشي جاسس بمعنى نأكد لك على حاجة اللي هو نحب نبعثه مشاريع لانه فما ناس فات العمر متاعها احنا على ذمتكم على ذمتكم في اي مشروع ونعمل لكم من الإحاطة من الفكرة على سيدي حتى كان ما عندوش فكرة نحاولوا نعطوهم الأفكار ونتبنوا مع بعضنا المشروع للإحاطة والمرافقة وتنفيذ المشروع. شكرا لك سي سامي مرحبا بك ديما. شكرا بارك الله فيكم بارك الله فيك. دونك هوني زيد نعملوا على المصداقيه لانه ناس برشا تعليقات يقول لك اي يقولونا كل مره يوعدونا كل مره كي نجيو نقربوا منهم ما يعملونا حتى شيء يبقى كلام. انا نقول هذا صحيح موجود عند المواطن التونسي عموما فقد نوعا ما من معناتها مصداقيه رجل الدولة عموما أينما كان في إدارة مع المؤسسة التقليدية احنا دورنا وهذا دورنا احنا مع وجودنا في الإطار هذا كنواب شعب واحنا باش نلعبوا دور المعدل والمحفز في نفس الوقت لأنه تكون ترجع نوع من المصداقية من خلال الشفافية المطلوبة في كل الأعمال بتاعنا وذلك علاش احنا خرجنا من الأطر المكاتب الإدارية المغلقة إلى فضاءات مفتوحة في دار شباب نظمنا والناس فما الناس اللي سمعني في الكلمة فما الناس اللي جرأت وفما الناس اللي جرح وفما ناس اللي ممكن سب وفما ناس اللي نثل لكن كانت أجوبة رصينة من كل الإخوة اللي كانوا حاضرين وكان فما التزام حقيقي وهذا التزام إذا كانوا التزام هذا مسجل ومعناتها ورجستري بالحضور بحضور الناس ورجستري حتى موجود حتى على المواقع الإلكترونية نتاع كثير من الأخيان اللي كانوا حاضرين وبالتالي هذا التزام من احنا باش نحاول وجودنا احنا كان وجود رؤساء إدارات جهوية أصحاب مصداقية نعتبرهم وملتزمين معنا وقبلوا أن يخرجوا معنا إلى الميدان باش نوفروا باش نرجعوا هذه الثقه اللي للاسف كانت منعدمه الى حد قريب ان شاء الله خلينا نكونوا احنا عمليين باش نظهروا هذه الثقه هذه خلي يحكي لي سي عمارة بعد الميدا باش خرجتوا فماش افكار اخذتوهم فماش مشاريع ريتوها جاده وبديتوا تتصلوا باصحابها فماش ناس اخذتوا باش تكونوهم هيت ندخلوا احنا للعمل. اللجنة متاع الميدا هي صارت يوم الجمعة صباح اليوم نهار الاثنين مكتب التشغيل شوفوا للتذكير ولاية نابل عندنا 5 مكاتب تشغيل اليوم ممكن بعجالة عندنا مكتب تشغيل في الحمامات مكتب تشغيل بقرنبالية
ومكتب تشغيل بنابل، مكتب تشغيل إطارات بنابل، وعندنا مكتب تشغيل بقليبيا. في مكاتب التشغيل هذوما عندنا وحدة النهوض بالمؤسسات الصغرى اللي هي تعنى من إيجاد الفكرة ومساعدة الشاب على بعث مشروعه للي يحاط به خلال السنتين الأولتين. حاليا مكتب التشغيل متاع قليبيا منكب على دراسة وضعية مشاريع الكل. إن شاء الله من هنا الغدوة يصير التقرير النهائي. ثم بعض شبان عيطولهم لتكملة الملف والانطلاق في اعداد مشروع، وثم لمازال تحت الدراسة المشاريع مختلفة. عندنا مشاريع متاع حرف صغرى ومشاريع فلاحية. مام ثم بعض الشبان على عين مكان وقع مدهم بالوثائق اللازمة باش يقع بعد إداحة لدى مكتب التشغيل وينطلق، ومع التنسيق مع البنك التونسي للتضامن باش ينطلقوا في عمليات إما الإحاطة أو التكوين ودراسة الملف ليتحصل على التمويل متاعه. هذه إن شاء الله نقول لك من هنا لآخر أسبوع هذايا إن شاء الله نكونوا أن أتممنا أغلب الإجراءات. بيسي معز قبيلة سألتك على فكرة المشاريع ربما تكون مكررة أو تقليدية، فما مشاريع تقليدية هوني يهمكم مدى نجاح ونجاعة المشروع هذيك تهتموا به تعطيوا نصائح، على خاطر ساعات الراه وإحنا منعرف الجاري حل عطرية دونك ماذا بيا نحل حتينا عطرية كيف، وخاطر فيه هو يسترزق مزوز باش الرزق هذيك باش يتقسم دونك فماش أفكار جديدة منعرفش. لو كنت تسمحني نضيف على المداخلة نتاع سي عمارة في مسألة المصداقية ومسألة متابعة أفكار المشاريع، أنا بصفتي رئيس اللجنة التشغيل والاستثمار احنا بدورنا باش نطلبوا كلجنة مدنا بتقرير نهائي على كل أفكار التي قدمت من طرف المواطنين، وباش يكون عندنا دور المحفز، دور الرقابة، دور المحاسبة، لأنه نعرفوا اللي نجم يكون فما هناك في بعض الأحيان عون في إدارة من الإدارات ممكن يتكاسل ولا ممكن ما يقومش بالدور المطلوب منه، وهذا معناتها لا نخفي معناتها سر هذا نعرفوا اللي فما في بعض الأحيان نوع من التعاطي بنوع من السلبية. احنا دورنا بالتزام السيد مدير الجهوي للتكوين والتشغيل وبدورنا كلجنة التشغيل والاستثمار باش نحاولوا أنه الإدارة الجهوية باش تمدنا في تقرير مفصل، باش تمد اللجنة بتقرير مفصل، وهذا أنا أتعهد أنه يقع نشره في معناتها في على الصفحات الإلكترونية بشكل عادي ضمن يضمن جملة المشاريع اللي تم الاحتفاظ به وللاعتبارات اللي من خلالها اعتمد هذا المشروع، وبعض الأفكار المشاريع الأخرى التي لم تعتمد. وعلاش كما قلت أنت نرجع هنا نواصل في سؤالك، لأنه في بعض الأحيان تلقى فكرة متى مشروع متكرر عشرات المرات في نفس الفضاء في نفس القرية في نفس الريف في نفس الحومة اللي هي بالنسبة لنا احنا في نفس النهج احنا ماذا بينا ندفعوا أنه المبالغ هذه اللي باش توفرها الدولة أنا تمشي في أنا تعطي إضافة نوعية في بعض الاختصاصات كي نلقاو مشروع ومشروع وهما عندهم نفس الحظوظ ونقولوا احنا النجم نعطيه كان الواحد منهم هما الزوز نعطيه للمشروع اللي عنده اون فالور اجوتي عنده قيمه مضافه ينجم ينمي ينجم يوفر شغل الخوه ولا الجار ولا الصاحب ولا الانسان اخر بحذاه. وبالتالي احنا نبحث دائما على جدوى المشاريع وانه شنو القيمه الاضافيه اللي تنجم تعطيها المشاريع هذه تكون عندها اولويه من مشروع تقليدي عطريه ولا ساعه المشاريع التجاريه مع احترامنا ليهم اللي هما عندهم خبيزة ويعيشوا في عائلات ربية هو فماش عملية انتقائية. معنا قلنا كي توجدوا مجموعة من المشاريع واحنا عنا سقف معين احنا ما نش نحكيو على السقف مازلنا ما وصلنالوش مازلنا في بداية المشوار، لكن حتى بين الظفرين السقف اللي اذكرناه 6 مليون دينار ينجم يولي 10 مليون دينار ما هوش ليميتي. فما وعد من الوزارة انه ممكن يقع دعم اضافي اذا كان بالفعل فما انجاز للمشاريع هذه. باهي واضح. حتى قلت لي باش احنا نعرضوا المشاريع اللي خذيناهم المشاريع اللي ربما بين قوسين رفضت للاسباب التاليه. نجم نعطيك انا مشروع
مشروع جديد ما فماش منه فكرتي، اما كي باش تعرض تولي ماهيش فكرتي، ينجم واحد اخر يجي يحسن منها يخدمها او نفسها ويكمل اوراقه في ساعه وانا ما فقتش بالعرض نتاعكم والفكره مشيت. لا هنا مش باش نعرضوا المشروع باش نهبطوه بالتفاصيل نتاعو، باش ممكن الاسماء التي اعتمدت سي عماره فما لجنه على مستوى جهه تنظر في المشاريع هذه اللي باش تعطيها البي تي اس التمويل. المشاريع اللي ناقصه في بعض الحلقات تطلب تكملة لبعض الوراق ولا بعض الجزئيات باش يطلبوا من المواطن يقولوا له راه رفض المطلب نتاعك لاعتبار ناقص كذا كذا بالله حاول تمدنا ببعض الجزئيات هذه. واحنا زاد علاش قلت الملاحظه هذه لانه فما شكون حكى وقال كل مره يعملونا هكا دورات ويعيطونا وياخذوا منا افكارنا ومن بعد ما نلقاو حتى شيء. هما قالوا الحقيقه سرقت افكارنا، مش يحكيوا عليكم انتم او على البرنامج هذا بالذات، نحكيوا على بصفه عامه كما كنت تحكي انت سي معاذ علاقة التونسي بالحكومة وبالمؤسسات الحكومية وبالدولة نقولوا احنا دونك هذا اللي تقال حبينا نوضحوا انه راهو كل شيء يصير امام طن في سرية نجم نقولوا هذا من المفروض هذا ينجم يكون فيرميه يأكدوا سي عمارة لانه كل الملفات تدرس في الإدارة الجهوية. كل مواطن قدم مشروع نتاعه مشروع يبقى ليه ليقع انجازه يقدر لذم تورا ويصعب برشا باش يقول واحد جو سرقوا مني فكرة المشروع هذايا وعطوه لحد آخر. ما المشكلة كما قلت الأخت أنا ثم أفكار متعددة، يجيو يشوفوا مشروع ناجح يجيك خمسة ولا ستة من الناس أخرين ويحبوا يعملوا نفس المشروع. المشروع هذاك ممكن كان يعيش في ثلاثة أربع عائلات وزيد معاهم الخمسة الأخرين ترصينا في ثمانية ولا تسع عائلات غير قادرين باش ينجموا يواكبوا العيش نتاعهم. هذيك علاش بعض المشاريع المتكرره احنا نقولوا ان وحتى مع الاتفاق مع البي تي اس في اغلب الاحيان يقع رفض. ما هذايا ما نقفوش عند الحد هذيك، يحاولوا يمدوهم بافكار مشاريع جديده اخرى. معناه فما خبراء حاضرين ناس فاهمين فما مستشارين وعندنا بالضبط. باز دي دوني متاع بعض المشاريع ويقع مدا بهم، يقع لهم حلقات تكوين في من الفكرة قلت لك من الفكرة للإحاطة للمحادثات فردية جماعية الكل على ذمتهم نورمال ما ينجم يكون من إعداد الفكر لإعداد مخطط الأعمال يعملوه في مكتب التشغيل للتكوين التكميلي في التصرف أو في التقني إذا كان إنسان ناقص في التصرف نتاع المشروع أو التقني للمشروع نتاعه يقع تكوينه للمرافقته بعد في إحداث مشروع. أنا لو كان تسمح أن نضيف ثم حاجة حبيت نوضحها على الخمسمائة مشروع خلي نوضحوها هذه ممكن كيفاش جت وكيفاش انحصرت. أما احنا عندنا 6 مليون دينار إذا كان نحسبه مويان مشروع 12000 دينار إذا كان نقسمه 6 على 12000 دينار باش نلقوا 500 مشروع. ميراو السقف ما هوش محدد بالضبط، ينجم واحد ياخذ زوز ملايين لاخر 20 مثلا، ينجم ياخذ 150. المؤسسات الصغرى محدده حتى عندهم سقف ال 150 كانت 100 وتنقح بال 2013 القانون نتاع المؤسسات الصغرى حتى ال 150000 دينار وقابله تو البي تي اس باش تعطي 150. ما انا اذا كان نقسم 6 مليون دينار على 150 باش نلقى 40 مشروع فقط. فهمتك. 500 او مويان دو 12000 دينار اونتر 10 و 20000 دينار معناتها تقريبا. هذاك باش المستمعين يكونوا واضحين كيفاش ال 500 مشروع وعلاش جات وكيفاش موجوده. عندك تعليق؟ عندي تعليق، قلت فما خبراء، احنا هذا ان شاء الله نوصلوا له في يوم من الايام انه بالفعل تصبح هناك مكاتب دراسات وفيها خبراء. ويا حبذا انه المجتمع المدني، لاني لاحظت في بعض معتمديات فما مجتمع مدني قاعد يتصل بمواطنين وقاعد يحضر يعاون على اعداد بعض الملفات ويساعد على تكوين. فما في بعض البلايص شفت فما جمعيات اتصلوا بنا
قالوا راهم يحضروا في ملفات للمواطنين معناتها يعملون نوع من المرافقة لكيفية إذا أعداد لكن ينقص بالفعل الخبراء اللي من شأنهم أنهم يعملوا دراسة مشروع تكون عندها جدوى حقيقي ويكون يحمل المشروع ضمانات نجاحه في حد ذاته معناتها وهذا إن شاء الله نوصلوا له. فما حاجة أخرى إن نتمنى لو في الخرجات متاعكم في الدورة اللي باش تعملوها على بعض المناطق من ولاية نابل يكون معاكم رجال أعمال بدأوا بمشروع متوسط أو صغير وكبروا باش يكونوا حافز باش يكونوا من عرش انا كلي باش يتمثلوا به باش يوليو كيفوا باش يحلموا كيما حلم هو وصل عنا شكون رجال اعمال معنا في بالي عنا شكون من رجال اعمال معنا مش منكم انتم انا رجل اعمال بديت صغير والحمد لله مرحبا به احنا عنا رجل اعمال تقريبا صغير لي مازال ما جاش به يعاود له سليم بعد شويه دونك بالحق اكيد كان نموذج نجاح كان نموذج علاش ليه معناها سي معز اكيد باش تكون هوني الصوره المزيانه اللي باش توصل ولكن اسامي اخرين يكونوا زاده حاضرين دو طون زون طون هذه دعوه من هوني زاده باش يكونوا حاضرين معاكم بالحق نضيفها للفكره نضيفها للقاءات القادمه ان شاء الله ان نقبلوها بشكل مباشر ونحاولوا انه ان نستدعوا معنا بعض من رجال الاعمال ونساء زيد علاش لي كلمه رجال الاعمال العامه تلم الكل باش معنا سي عبد القادر من نابل مرحبا عسلامة اختي لاباس الحمد لله مرحبا عبد القادر بالغيث في بعود الرقيق بنابل ومكون بجمعيه لاباط مرحبا والله عسلامة والله انا بالنسبه عندي مشروع عندي ناس تخدم معي عندي بريسك 4 أو 5 من ناس يخدم معي وعندي ولايه زاد نكون فيه تبقينا احنا تو في مشكلتنا في التمويل فهمت فيها هي صنع مش تندثر وفيها شويه احتكار فهمتني ولا تبقينا احنا متعرضين للاحتكار احنا شنو نجموا يجيو يشوفوا يا خويا المشروع ناجح وقاعدين نخدموا روحاتنا وعندنا ناس تخدم معنا وطالبين شويه تمويل انا خذيت زوز ملايين من الديوان وقتها من البنك التضامن تبقينا ما يكفيش ما يكفيش نجيو للموسم نتاع الثمار يعني عندنا برشا تحبنا فلوس باش نشريو الثمار باش المواد الاوليه باش نخدموا هذا هو المطلوب اذا فما امكانيه كيفاش ما نعرفش كيفاش نجموا يعاونونا ما نعرفش كيفاش سامحني صاحبي قلنا شنو تخدم بالضبط قلت لي انا نخدم بعود رقيق الثمار فهمت صناعه تقليديه الثمار ونخدم مكون بجمعيه لاباط وين صاحب قادم المشروع؟ نعم سي عبد القادر وين المشروع نتاعك حاليا؟ في برج بخليفه برج بخليفه عندي جراج وعندي خدام وعندي برنامج وعندي قاعد نكون حتى بالصغيره زاده فهمتني ولا يا خويا تنجموا تجيو تنجموا تجيو على عين المكان للحصول على التمويل ايوا يا تتصل بالمندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه يا مكتب التشغيل يرجع لك بالنظر تنجم المندوبية يا المندوبية يا مكتب التشغيل ولك الاختيار لإعداد ملف لحصول على تمويل في توسعة المشروع هنا عندك أنت تمويل توسعة أنت خاطر تخدم حاليا أي نخدم تمويل متاع التوسعة هذا ممكن ممكن نجم تتصل يا بالمندوبية يا بمكتب التشغيل مكتب التشغيل بس عبد القادر قلت لي عندك ولدك أنت يحب يحل مشروع نعم قلت لي انت عندك ولدك باش يحل والا باش يدخل معاك لا احنا نخدم واحنا نخدم انا نخدم سمعت فماشي امكانيه باش نزيد نحب نكبر المشروع نحب يعني يا سي عبد القادر شجعنا الشباب برك المهنه هذه راهي باش تندثر شجعنا الشباب على الاقل غدوه نلقوا من ياخذ عليك الريلاف يا سيدي جي شوف تلقاني نعرف صغيرات نعرف ثم وضعيه ثم ضعف اقبال من الشباب قداش عندك صغيرات سي عبد القادر اللي تخدم فيهم معاك انا عندي وليد تو هنا وعندي في المكتب عندي 6 أو 7 نتو فيهم في المكتب غاديك في التكوين المهني يعني في اللاباط غاديك في الجمعيه نتاعنا فهمتني ولا فهمت يعني وليدات متخلفين ذهنيا نعلموا فيهم يعني فهمتني مش سي عبد القادر قداش تقريبا يلزمك لتوسيعة المشروع هذا حسب والله حتى والله نجم انت ولا اوزل تنجم من 10 حتى 100 انت احنا توك جوامع تتكلف تاخذ جامعة تتكلف يعني لازمك تمويل يعني ما عندكش فلوس اعمل دراسة انت اقدم دراسة متكاملة تنجم تتصل كما قال لك سي عمارة بالمكتب التشغيل القريب تتصل بمكتب تشغيل يعاونوك على الدراسة سي عبد القادر الله يبارك يعاونوك على الدراسة ويعاونوك على اعداد الملف
والمخطط والتمويل الكل، وان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله يا اخويا تنجموا تجيو تطلع علينا ومرحبا بكم. ان شاء الله ان شاء الله وعد ان شاء الله تو نجي نطلع عليك، وخاصه انا قلت لك المهنه هذه باش تندثر، حاول كيفاش تحافظ لنا عليها وتعلم لنا وليدات. والله ماذا بي اذا نلقى دعم، والله عامل مجهود واكثر من المجهود. لا لا تلقى ان شاء الله الدعم، الدعم موجود ان شاء الله. شكرا لك، تحياتي كبيره لك سي عبد القادر. يرحم والديك، ربي يبارك فيك. تحياتي زادة للشباب اللي يحبوا يتعلموا الصنعه هذه. ديما يبقى مشكل التمويل، ديما مشكل التمويل، ولكن من المشاكل الاخرين انه احنا ما نعرفوش نعملوا تخطيط، ما نعرفوش شنو زايدنا وشنو ناقصنا وشنو لازم باش نشريو وقداش حاجتنا. سي عماره هذه من المشاكل اللي يلقوها حتى الناس اللي ديجا بداوا في المشروع نتاعهم. سي عماره انتم نورمالمون التكوين معناها داخل التكوين موجود داخل عندنا برشا عناصر في التكوين. أيه. اللي هم ممكن بعجالة تنمر عليهم هي الطريقة النموذجية للبحث النشيط عن أفكار جديدة للمبادرة. هذه تعتبر المورين لمدة 3 أيام جميع كل من يرغب في الانتساب للحساب الخاص. هي الأهداف متاعها تشخيص وتطوير القدرة على التفكير في مشاريع مجددة عبر حصص تنشيط المدة تدوم 3 أيام. عندنا حصة أخرى لما أنشأ مشروعك لما لا. الأهداف هي تأكيد عملية أخذ القرار متعلق بالتوجه إلى العمل المستقل لمدة يومين. جميع طالبي الشغل مسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل. عندنا رتب مراحل إنجاز مشروعك. الأهداف هي تنظيم وترتيب المراحل الضرورية لإنجاز المشروع المدة يومين. الفئة المستهدفة جميع طالبي الشغل مسجلين بمكاتب التشغيل والذين يعبرون عن رغبتهم في بعث مشروع. عندنا بعث المؤسسات وتكوين الباعثين لهذه يعرفها أغلب الشباب اللي مروا به هي السيفي. السيفي اللي هي تقييم ذاتي لقدرات البعث، النظر في مدى ملائمة الكفاءات الشخصية للبعث من جهة مع متطلبات المشروع من جهة أخرى من ناحية احتياجات السوق، فيها دراسة تكون من طرف الشاب بمؤطرين موجودين ويخلصوا من طرف الدولة. إعداد مخطط الأعمال والدفاع عنه أمام مصادر التمويل، خاطر في الأخر الأيامات متاع التكوين متاعهم يجوا ممثلين عن طريق البنك وبش يتحادثوا على فكرة المشروع، وهو بش يدافع على المشروع متاعه بش يأخذ الدعم والتمويل متاعه. ربط الصلة بين المتدخلين من الهيكل المساندة والتعرف على الحوافز والتشجيعات في مختلف القطاعات. تسند للمشاركين خلال هذه الدورات بالنسبة حاملي شهادة التعليم العالي 200 دينار وغير حاملي شهادة التعليم العالي 100 دينار مدة سنة عدد لا لمدة هذه لا المدة هذه هي 20 يوم تتخللها 3 أيام للبحث الميداني على المعلومات. هذه السيفي هذه البرنامج البرنامج والمشاركين عدد المشاركين هم 25 واحد لمدة 20 يوم 3 أيام يبحثوا على البحث ميداني. الفئة المستهدفة الراغبين في الانتصاب لحساب الخاص ولديهم فكرة مشروع مجدي. بالنسبة اللي كري هذه انشأ مشروعك، الأهداف هي تنمية روح المبادرة، اكتشاف وتدعيم القدرات الشخصية والمهنية للباعث، دراسة تقنية بعض المشاريع وتقييم مردودية المشروع وتقديم مخطط الأعمال والدفاع عنه لدى مصادر التمويل. الفئة المستهدفة الراغبين في الانتصاب لحساب الخاص ولديهم فكرة مشروع. عدد مشاركين 20 هنا تختلف. المدة 14 يوم تتخللها 3 أيام للبحث الميداني على المعلومات، يخرجوا للسيرتران للمؤسسات باش يبحثوا على بعض المعلومات اللي باش تساعدهم على إعداد المخطط نتاعهم تاع المشروع اللي ناويين باش ينتصبوا فيه. هنا عندنا 100 دينار منحة خلال 14 يوم بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي و50 دينار منحة لدون مستوى التعليم العالي. سي معز بعد الميدا الشباب التونسي يحلم. ثم حاجة أخرى هي هامة برشا وأغلب الشباب ممكن ما يعرفهاش، هي التربص تطبيقي بمؤسسة للمساعدة على إعداد مخطط أعمال والإطلاع على محيط العمل
هذه الترسيخ ودفع روح المبادرة لدى الشباب الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، التعرف على محيط العمل، اكتساب الكفاءات العلمية والحرفية اللازمة لتسيير مؤسسة، إنجاز مخطط الأعمال. المدة حسب الاختيار هنا من شهر إلى سنة، هذه التكوين يصير في المؤسسة من شهر إلى سنة. بالنسبة للراغب باش ينتصب لحسابه الخاص أنا باش أطلع. المنحة تسند له منحة 200 دينار كما قلنا لحامل شهادة التعليم العالي من شهر إلى سنة، وبالنسبة لغير حاملي شهادة التعليم العالي 100 دينار. هذا البرنامج باش يعاونهم على أن التعرف على الفكرة وترسيخ الفكرة متاعهم، وخاصة ينجم يكون برنامج فني بحت به. ويبقى التطبيق، يبقى انهم يهزوا رواحهم ويمشيوا للمراكز باش يتكونوا، هذية مهم جدا. حمزنا نحكيوا معاكم بعد جنيت والبيبليسيتي، نرجو لكم في حكاية الناس. كابتي الموجة وتبع حميدة كريم في حكاية الناس من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة نتاع العشية على كاب اف ام. على كاب اف ام 16 دقيقة بعد ما 3. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. اليوم نحكيه على برنامج بعض 500 مشروع ينجم يكون أكثر زادة لفائدة العاطلين عن العمل في ولاية نابل. بحذي سي معز وسي عمارة اللي كانوا نهار الجمعة في الميدا، شو رأيكم نرجع بكم هنا الميدا مرة أخرى؟ معنا ريم في التليفون. مرحبا بك يا ريم. مرحبا بك أختي. يا عايشة. دونك البرنامج هذي، نعم مرحبا، دونك البرنامج هذا مع الأعضاء المؤسسات المجتمع المدني كانوا حاضرين في الميدان نهار الجمعة. من عرش انت ريم كنت حاضرة الغادي وإلا لا في دار شباب؟ أي أنا كنت متواجدة وديجا يعني كانت عندي مداخلة. مشكورين سي معز والطاقم اللي حضر الكل معاه، كانت يعني طرحهم حتى للآليات نتاع بعث المؤسسات وكل شيء، كان طرح يعني فعال ومجدي. المسلك يعني النقاش بينهم وبين الشباب كانوا مقنعين لدرجة يعني حتى الورشة العمل عجبتني في آخر المداخلة يعني، وكانوا قريبين برشا من الشباب. أنا هو ممكن شيء معز باش يتفاجأ تويك على خطر معناه أنا بحكم الصفة متاعي تو تكلمت رئيس جمعية المعوقين بالميدا. يحب ذي معناها لو كان يعملوا حتى واحد بالمئة ميزانية من القروض هذه اللي يتمتعوا بها الشباب، يتمتعوا بها زادة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنا كنت اقترحت عليه الفكرة هذه ووعدني باش يجي للجمعية وأنا نستناه. عاد في الهار واختريم مزلنا معاد مزلنا خرجنا من الميدا قبل بنهارين، ان شاء الله نجيو بحذاكم بحول الله. ان شاء الله سي معز ان شاء الله يا مدام عند الوعد متاعنا، راه تفهمنا عند الوعد متاعنا، انا باش نعملوا جورنيه في الميدا للمعاقين. اي ان شاء الله نستنوا فيك حضر الجورنيه هذه ولا ذمتك ان شاء الله مزلنا رانا في الوعد. عايزكم بهريم نوع المشاريع اللي ينجموا يتحلوا للمحتاجين للمعوقين. مثلا كما انا اقترحت عنا الاسباس في الجمعيه يعني فيه يمكن يستغل فلاحيا، فهمت، خاصه بالنسبه للاعاقات العميقه، معناها كي يربي ارنب، يربي زايجه، يزرع شويه فول، يزرع شويه شعير، فهمت كيفاش، معناها ينجم يتولها بها المعاقه هذيك ويعمل عليها جو، معناها من الصغرى ويبدا يرعى فيها لين تكبر، فهمت. هذا انا شو نحب، معناها بسيط، معناها طلب بسيط ومقدور عليه، فهمتك. به ومن خلال الحضور اللي كان نهار الجمعة في الميدا، كيفاش لاحظت الشباب قبولهم؟ مأمنين انه ان شاء الله المشاريع متاعهم باش تتحقق ريم حسب ما لمست انت وشفت وسمعت؟ ان شاء الله، والله ان شاء الله كلهم يعني امل وتفائل معناها بالوعود اللي اعطاوها سي معز والطاقم اللي تواجد نهاريتها. ولكن انا قلت لك اللي يكمل يعني خلى الندوه يعني ناجحه هي الورشه العمل، معناها كانت فعلا عمليه، عندها تقسموا يعني اللي تابعين الفلاحه تابعين مشاريع اخرى تابعين، فهمتني؟ فهمتك.
بالتوفيق ليكم ريم في العمل اللي تقوموا به في الجمعيه. شكرا لك على المداخله نتاعك. وانتم زيد اذا تحبوا كيما ريم وعبد القادر تدخلوا معنا مرحبا بكم على 72 280 300. دونك المعوقين تقريبا هما اللي زيد طالبين انهم يكونوا عندهم نصيب في البرنامج هذايا. كيما ريم تقول لك انا ريم بوجيجه وحاجات بسيطه معني موش طالبين حاجة كبيرة نتاع 500 دينار ولا ممكن 1000 دينار بالأقصى. ينجم يكون ميني بروجي صغير يكون قادر باش يتلها به صاحب إعاقة على حسب نوعية الإعاقة. احنا كنا حكينا مع الأخت ريم المشكورة على التدخل نتاعها رئيس جمعية المعوقين بالمدى، وكنا طلبنا منها أن هي تبلورنا بعض أفكار وإحنا نعملوا جلسة أخرى توجهنا دعوة، مستعدين نمشيه في أي وقت. هذا اللي قالوا له سي عمارة، مستعدين نمشي ونتعطاو بالإيجابية كما حكينا مع سي سامي رئيس فرع الاتحاد المكفوفين بقليبيا. كيف كيف هذا جزء من إخوتنا وأبنائنا ومن ذوينا، وواجب علينا أنه نرعاهم وأنه نقدم لهم يد المساعدة. لأنه وإني زيد ما تبقاش الوعود اللي قدمتها نعم مجرد وعود. بعد الميدا وين ماشيين؟ بعد الميدا إن شاء الله الاجتماع متاعنا إن شاء الله يوم 12 في دار شباب ديما زيدا في البلدية في مقر البلدية الهوارية، لأنه في الصباح في الصباح 9:30 الصباح إن شاء الله. وإحنا اخترنا نهار 12 اساسا لانه على هامش مهرجان الساف بالهواريه اللي هو ينطلق يوم الخميس 11 جوان ويوفى يوم 14. قلنا ضمن فعاليات المهرجان حتى نضمن اكثر ما يمكن من النجاح اليوم هذا اليوم التحسيسي في علاقة بالناس وبالشباب وبالعاطلين عن العمل. هو في نفس الوقت يوم مهرجان وفي نفس الوقت يوم جمعة يوم سوق معتمدية الهوارية وهو سوق كبيرة. نتمنى أنه يلاقي نفس النجاح وأفضل من نجاح اليوم اللي عديناه في الميدا، وهذا بشوي بشوي يزيد يحملنا مسؤولية يوما بعد يوم. تحملوا مسؤولية كما أنت تسألني وتعاود المصداقية وما هي ضمانات النجاح. احنا دورنا كما قلت تقبل لا استغفر الله احنا هذا اللي ما نرفض ان شاء الله انه ما يكونش موجود. معناتها احنا نسعى على الاقل بكل ما اوتينا انه تكون مصداقيه وتكون شفافيه، ونحاول نعاونوا بكل ما اوتينا من جهدنا باش تتحقق الاحلام هذه الحلم هذا اللي راود المواطن اللي جاك وتكبد برفوة مشقة متاع مسافة متاع من الريف ولا واحد وبقى يسنى وسعى إن شاء الله ترجع المصداقية. إن شاء الله إحنا نكونوا إحدى الآليات لإرجاع هذه المصداقية للمسؤول ورجل الدولة في مستويات المشكلة. سي عمارة برشا ناس يتشكوا من بعد مراكز التكوين المهني والتشغيل بوموش موضوعنا هو اليوم، ولكن يقول لك إني أنا باش نمشي نتكون ولا باش نقدم البروجي متاعي ولا الفكرة متاعي هاو ما همش موجودين برشا بعد علينا. نعرفوا إنه إحنا عندنا المكاتب باي مكاتب التشغيل موجودة هي كيف ما قلنا 5 بولاية نابل، ممكن هي تونس عندها 5 من أكثر الولايات اليوم. إن شاء الله نحاولوا أن مكاتب التشغيل تندرج عندنا على عدد السكان وعدد النسيج الاقتصادي بالجهة. هذا ما نجمش مكتب التشغيل هو مكتب وسيط ما بين طالب الشغل والمؤسسة. ما نجموش نجو نبعثوا مكتب تشغيل في جهة ممكن عدد سكان ما هوش كبير والنسيج الاقتصادي يكون ضعيف. هنا نقطة أنا تسمح لي أن لحظة خطر بالفعل فما حقيقة في الحقيقة فما مشكلة. أنا إذا كان مواطن من معتمدية الميدا اللي هي في أقصى الجهة جهة الشمال الولاية الشمال الغربي ولا شمال الولاية في الأقصى الأدنى والأقصى الآخر في الهوارية اللي بيناتهم 60 كيلومتر والأقل، نلقاو مكتب تشغيل وحيد اللي هو قليبيا. من الهوارية يزمو يهبط لقليبيا باش يسجل وباش يلاحظ، ومن الميدا يزمو يهبط لقليبيا. هذا إشكال حقيقي، معناتها هذا ما نخش مقر المعتمدين، ناخذ الريف أقصى ريف في معتمدية الميدا وناخذ أقصى ريف في معتمدية الهوارية في برجدي ولا في برج الصالحي ولا في نشاع يلزمو يمشي لقليبيا. وهذا إشكال حقيقي. التسجيل ينجم يكون عن بعد من الدار متاعو ولا من أقرب مركز. مشكلة هذه الناس كل تقريبا عندهم الانترنت للتلاع على العروض. للتلاع على العروض كيف كيف ينجم يكون عن بعد. تقعد هي المدة أن التكوين ولا إعداد ملف يلزم يتصل بمكتب تشغيل. مكتب التشغيل في قليبيا يغطي 5 معتمديات هي حمام الغزير، الهوارية، قليبيا، منزل تميم والميدا.
جاي في الوسط باش خاطر اذا كانوا نقولوا باش نجيبوا المنزل تميم يبعد برشا يولي على الهواريه. انا جاي في الوسط اللي هو باش يغطي المعتمديات نتاع الحوض نتاع الشمال. عندنا ممكن طالبين وهاني نقولها وطلبنا قبل وان شاء الله الطلب هذا يكون هي ممكن الاولويه ثم مكتب تشغيل بسليمان. لان تاكلسة ترجع بالنظر لمكتب تشغيل قرنبالي. كيف نقول سليمان خاطر نسيج اقتصادي كبير وتولي يغطي سليمان وتاكلسة ومنزل بوزلف. خاطر مكتب تشغيل قرنبالي في 6 معتمديات اللي هما تاكلسة سليمان قرنبالي بني خلاد منزل بوزلفة وبو عرقو. قلنا نقسموهم على زوز. أول حاجة باش نقربوا الخدمات للمواطن وخاصة من تاكلسة باش يهبط لقرنبالي مسافة. ثاني حاجة عندنا نسيج اقتصادي لباس به واللي زون اندستريال موجودين ومتوفرين ثم مؤسسات منتصبة غادي. عندي سؤال للناس اللي يسمعوا فينا المعطلين اللي عندهم فكرة واللي عندهم دراسة متاحهم واضحة وكاملة وحتى تكونوا وعندهم ما يؤهلهم باش يعملوا مشروع لكن نقصهم التمويل يسمعوا فينا هما توا برتبليهم ما فيش سول باش يكلمون على 72-208-300 يسأل المشروع متاعه وين ينجم يقدمه وين يمشي وكيفاش تجاوبوه. احنا تعرفوا كيفاش نجاوبوه بعد الموسيقى والأخبار. 50 عنوان لغنية تونسية نجحت وعرفت نجاحها كبير جمعهم محمد جبالي في فن بلادي. مرحبا بكم لسه كل في الجزء الأخير من حكاية نست لليوم باش نحاولوا ناخذوا أكثر ما يمكن من التليفونات اللي قاعدة توصل على 72-280-300. معنا محمد علي من نابل. مرحبا. عسلامة. مرحبا بك. مرحبا بك خويا الغالي. ربي نحب نسأل جست على تو مثلا لي زارتيزون معناها مش اللي زارتيزون معناها اللي كوميرس زارتيزون اللي يعمل برودكسيون معناها عندهم مصانع ولا عندهم بوتات صغار نتاع بوتات صغار نتاع ارتيزان معناها الناس هذوما تو براسك مشاكلهم اكثر ما تتصور معناها بحكم الوضع الحالي نتاع البلاد بحكم كل شيء معناها الناس هذوما تو اللي يحب يعمل تو ولا حتى يحب الوضعية صعيبة وللأسف معناها شوفوا في معناها ما فما حد شيء ما فما شكون يجاوبك معناها اون فان كونت فما كل كلام بين فهمت شو تحب الذبد انت تحب توسيع باش يعاونوك في التمويل التوسيع انا حسيت باش يعاونوني انا فهمت كيف نحكي اون جينيرال مش الشخص فما ديزارتيزون تعبين ياسر معناها فخريه غيرها معناها الوضع الغاز غالي الدنيا كل غالي يحبوا هم فما توسع سي محمد علي ها معك سي معزة سي محمد علي مرحبا بك. بالنسبة لأصحاب معناتها الصناعات التقليدية الصغار والمتوسطين احنا اليوم برك في مكتب مجلس بالولاية مع السيد والي ومجموعة من النواب وطرحنا خاصة بالنسبة لمدينة نابل الفخاخرية صح التعبير المنطقة الصناعية اللي عندهم مشكلة كبيرة في الأفران متاعهم وطرحنا أنه باش نحاولوا من خلال المشروع هذا باش يقع دعم خاص لمجموعة هذوما الفخاخرية في الربط بالغاز أنه باش يقع تمويلهم من خلال المشروع هذا يعني تعرف أنت الربط بالغاز اللي فور إلكتريك هذوما اللي فور غاز ينجم يوصل إلى حدود 60-70 ألف دينار وهذا ممكن أنه يقع تمويلهم من خلال البرنامج هذا. أنا نتعامل مع نتعاطى معك بكل تلقائية وبعفوية إذا كان تعرف بعض احنا باش نحاولوا ننسقوا معاهم ننظموا معاهم جلسة قريبا في المدة ممكن خلال الأسبوع القادم مع بعض النواب ومن خلال لجنة التشغيل والاستثمار ومن خلال الآليات اللي كنا نعرضوا فيها في تمويل المشاريع الصغرى ينجم هذوما الفخاخرية ولا غيرهم ولا أصحاب المهن ولا الصناعات التقليدية الكل عندهم الحق باش يتمتعوا بهذه التمويلات وهذه الإمكانيات في بعث ولا في تحسين ولا في توسيعة مشروع. واضح. شكرا ليك محمد علي. تحياتي كبيرة ليك. من بنمشيو للهوارية مع مريم. مرحبا يا مريم. أهلا وسهلا. مرحبا بيك لله وبيك عايشك. أولا أنا من اسم الهواري ما تمديك الهواري أما أنا من بقعة اسمها زاوية سليداء. مرحبا. كان تعرفها ولا لا؟ طبعا 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 فما شكون يعرفها فما لا خاطرها منطقة مهمشة بأتم معنى الكلمة معناها صحيح صحيح رغم اللي هي منطقة سياحية كبيرة معناها كان تصير فيها برشا مشاريع معناها منطقة سياحية فهمت أما هي مهمشة
من معني من تلقى زوج حاجات مهمشة. أولا القضية العقارية نتاعها، ثانيا من معناها من التشغيل، ما فماش تشغيل، فهم هي منطقه ما فيهاش برشا عباد، راه معناها الكثافه السكانيه نتاعها قليله، اما مهمشه برشا المنطقه. فهمت فيها معناها ما نعرفش انت كنت تعرفها ولا لا؟ نعرفها طبعا. اذا لا متى ذي فما هنشير باش يتباع هكا كل شيء، بحر البحر البحر هو معناه بصير فيه مشاريع كبيرة، أما احنا نحبه معناه في المنطقة بالضبط. فهمت شنية الحلول يا مريم؟ شنية الحلول متاعك؟ اولا الحلول باش نكونوا واضحين، باش ما نقولوش معناه ان العب الكل نحطوه عليكم انتم جماعة التشغيل. الحلول اول حل هي البنية، معناه الظروف الاساسية ما فماش. فهمت لازم اذكر تتقد باش تولي مشاريع فيها. فهمت بنوع المشاريع اللي تحتاجها المنطقة مريم؟ هي منطقة سياحية، معناها مشاريع سياحية اوتوماتيكمون. هي أخت مريم، مرحبا بك، تحية خاصة ليك ولا أهالي سيدي داود. تعرف أنت المشكلة في الجهة غادي، عندنا مشكلة عقارية مطروحة في تسويتها، معناتها مشكلة كبيرة برشا، لأن الناس ما عندهمش شاد ملكية في الأرض اللي موجودة غادي، وفما مشروع ضخم سياحي صحيح، مش مشروع برك، فما أكثر من فكرة مشروع طرحت في سيدي داود، وهي منطقة بالفعل معناتها عندها سحر خاص وعندها خصوصيات كيما كل الشريط الساحلي من الهورية حتى القربس. لكن نحكيه على سيدي داود اللي هو مطروح، أنه طرحناه في أكثر من مناسبة على مستوى الولاية مع الوالي اللي قبل هذا واللي قبله، وحتى ما سيد الوالي الحالي، هو محاولة الإسراع بحل المشكلة العقارية في الأراضي الاشتراكية المطروحة غادي، اللي هي عائق كبير على بعث أي مشروع، لأنه اللي باش يعمل مشروع يجب يكون عنده ملكية الأرض، ولا عنده، ولا فما ناس قادرة باش تملكه في الأرض. هذا هي مشكل حقيقي لازم قاعدين نبحثوا فيه إن شاء الله. أنا تعرف أنت الأراضي الاشتراكية على مستوى الجمهورية التونسية كلها مطروحة منذ سنوات، وفما بعض الإجراءات بطيئة، لكنه طلبنا على مستوى حتى مجلس نواب الشعب من أجل التسريع بحل الإشكال المشاكل هذه متاع الوضعيات العقارية اللي هي أكبر معضلة لتعيق الاستثمار وتعيق التنمية وتعيق بعث مشاريع في هذه الجهات. منهم منطقة سيدي داود، زاوية سيدي داود اللي الجهة هذيك كلها فيها إشكال. بالنسبة للبنية التحتية إن شاء الله في تصوري فما برنامج متاع تهيئة المسالك. سمحني بس نحكي في الموضوع هذا شوية. أنا الحقيقة نحب أن نقول حاجة يعني، وإن شاء الله بسرعة مريم. صدقني المنطقة هذيك ما فيهاش معناها لا سبيطار لا مكتب لا معناها أبسط حاجة، الكار ما تدخلش. صدق أنت معناها الأعداد كيفاش يتنقلوا بيه مريم؟ احنا تعرف عنا إربعاء بلدي كل مرة نزوروا فيه بلدية ومعتمدية، ودخلنا الحقيقة بدينا بالبلديات فقط، ولكن نلقاو روحنا مضطرين ان نستدعاو حتى السيد المعتمد الخاص بالمنطقة هذيك. دونك ان شاء الله الهوارية تكون من المناطق اللي باش نزوروها على قريب ونشوفوا المشاكل والمشاغل نتاعها. شكرا ليك مريم. خلينا نذكروا الهوارية وين باش تكونوا حاضرين في برنامج بعث 500 مشروع في الهوارية لو 12 الصباح بالبلدية 9:30 ان شاء الله. دونك لاصحاب الافكار افكار المشاريع، هذا الموعد نتاعكم بالهوارية، كونوا حاضرين. عنا تليفون ياخذوه نقولوا الو عسيمة. مرحبا. عسلامة. مرحبا بيك. بيك عايش عسلامة في حميدة. الحمد لله. ايش كنت معنا بابا؟ معك محمد. منين محمد؟ عتمديت ابن شير ولاية نابل، بالتحديد هنشير حلفة. مرحبا، وحاول علي لي صوتك شوية محمد. تحياتي لابن خيار. عايش نسمع فيك واضح هكا. اي تفضل. عندي شهادة خبرة انا في رحي توابل والفواكه الجافة. أو عندي خبرة في الدواجن نخدم الدواجن. عندي المهنة هذه وما عنديش باش نعمل الحل التجاري. باش شنو الحل؟ حل نحب نعمل مطلب في الأرض. فأناو مشروع يا محمد، عندك زوز مشاريع، أنت أصحاب زوز أفكار، أناو من المشروع. مشروع راح التوابل والفواكه الجافة. عندك شهادة؟ حصلت على شهادة؟ عندي شهادة خبرة. خذيتها من الإدارة الجهوية ولا منين خذيتها؟ خذيتها من الإدارة نتاع التشغيل. هذيك هي الإدارة الجهوية. باهي. تو تنجم ترجع لمكتب التشغيل في الطابق الأول، وحدة النهوض بالمؤسسات، وتنطلق في إعداد ملف نتاع بعث مشروع نتاعك، وفيه تمويل كلي للمشروع نتاعك. شكرا.
تقبل بحول الله يتقبل إن شاء مقبول. الله مقبول. أنت الفكرة متاعك وأنت مش تدافع تكون جدي مع المشروع ينقبل طول مثلا مش حتى شكال. يعيشك مرحبا بك. نجم غدو صباح تتصل بمكتب تشغيل بي مكتب التشغيل. مكتب التشغيل في مكتب التشغيل وين خذيت نهج خليفة الحمروني وين خذيت الشهادة متاعك في الديزيام ايتاج هو في البرمي. به تحيتنا ليها احنا محمد والابن خيار واللي يسمعوا فينا الكل. ريت ساعات الواحد يبدا مذبذب انا هو المشروع اللي باش ينجح لي هاني نحب المشروع ينجح هذا يمشي ما يمشيش مشكله هذه زاد السياسه عمارة. لا هنا جديه نجاح المشروع يقتصر على جديه البعث. وعلاش انا الاخ محمد هذا سالته عنده زوز افكار متاع مشروع قلت له انا باش يبعث ينجم ينجح في التوابل ينجم ينجح في الدواج حسب القدرات والتأهيل متاعه والخبرة التي اكتسبها أثناء العمل متاعه صير وكان يخدم. هو المشكل هون أنه باعث الفكرة باش يقول لك أو المشروع خلينا نقوله يقول لك أنا هو المشروع اللي يخطف لي راني أبقيته هو كان عاطل عن العمل عن العمل ماذا بي حاجة اللي باش تخدمه مش باش يلقى برشا صعوبات يخطف له. شمعناتها يخطف له هم عندهم موافقة نجم نقول لك الفكرة هو باش يدافع عليها صاحب المشروع نورمال ياخذ التمويل نتاعو من نجاح راه جدية صاحب المشروع هي نجاح المشروع. به نحب ناخذ معنا به ناخذ معنا تليفون بعد سؤال مصفى من منزل تميم. مرحبا عايشك عسلام. مرحبا بيك خويا عسلام. ولا كنت نسمع فيك تو في كابا فام. اي مزلت على كابا فام انت على المباشر مرحبا عايشك يا سيدي. ولا حبيت نطرح سؤال في المشروع هذا المنتظر انجازه مع انس علوي المعلم متقاعد. مرحبا عايشك. والله عجبتني التدخلات نتاعكم وكل شيء لكن حبيت نشير حاجه كون في على مستوى ولايه نابل ماذا بيا بعد ما ثماش واحد يجي يقول شبيني انا ما عرفنيش ولا حاجه تو مازلتنيهم مدرجه ضمن المشروع او لا. طبعا كل ولايه نابل مدرجه جميع المعتمديات يشملهم البرنامج. شوف للتوضيح برنامج ماشي جديد راه برنامج قديم احنا قاعدين نزيدوا نعرفوا به ونحسوا ما في بالوش به برنامج قديم. هذا هو اللي يحكي عليه سي مصطفى انه البرنامج هذا حتى حد بريسك ما هو سمع به انه المعلومه ما وصلتش كما يجب على الاقل. هذا اللي الملاحظه نتاع سي مصطفى هكا ولا هذاك علاش احنا خرجنا ميدانين لو فيكم انتم على مستوى الاعلام هذه حتى اللي تبع كابا فهم مثلا ياخذ فكره انه هو ماهوش منسي خاطر تو انا ثم بعض انا تو قلت لكم معلم متقاعد عمري 60 عام انا ثم بعض نشوفيه من بينهم بنتي سيدي مهندسة في الاقتصاد الريفي من 2009 لتوا ما خدمش وانا مش تدخلت على خاطر بنتي تدخلت على خاطر كل من له حق باش بعد ما ينجمش يلوم ويقول ما وصلنيش الاعلام هذا انتم كاعلام هذاك دوركم وبارك الله فيكم جدا بكل صراحه ما غير مزيه هذه اسي مصطفى عندهاش فكره نتاع مشروع بنتك قبل نعم عندهاش فكره نتاع مشروع بنتك انت عندها امام تو انا نشوف اللي المشروع عاده عندنا عقليه كاكا عقليه وثقافه يمشي مع الولد ما يمشيش مع الطفل. لا ثم عندنا بنات ناجحين في مشاريع اكثر من الاولاد نقول لك موجوده نحكي معاه. ايه تفضل تفضل. لا لا قلت لك عندنا بنات انت خاطر قلت المشروع يمشي مع الاولاد اكثر منها عندنا مشاريع ونفس المشاريع تنجح تنجم تكون مع البنات اكثر من الاولاد ممكن هي كان عندها فكرة هي سير راي مسجلة في مكتب التشغيل إذا كان عندها فكرة متاع مشروع تتصل بمكتب التشغيل وتأخذ جميع المساندة لبعث مشروع متاعها. عايشك سيدي بارك الله فيكم وحنا نشكرك برشا تحيات لا مرحبا بيك مرحبا بيك يا سي مصطفى وتحياتي ليك والمنزل تميم. دونك خليني فقط في السياق هذايا نذكر انه كان عندنا حصه استدعينا فيها نساء اعمال قدموا المشاريع نتاعهم كنموذج لسيدات كانوا ناجحات رغم كل العراقيل اللي لقاوها. بين حبيت نسال سي معز بالنسبه وسي عماره بالنسبه للوثائق اللي قدموها اصحاب المشاريع واحنا كنا حكينا انه عندنا احنا كل الامور الاداريه المعقده
هذيك هي معناها إدارة تونسية متاعنا. ما بين الحاجات اللي تخوف صاحب المشروع هو هل البابي والأوراق وزيد وناقص وواحد يهز يبعث فيه للآخر من مؤسسة لمؤسسة. معلش سي عمار تحب تجاوب ولا نبدأ؟ أنا بالنسبة لي كأي مواطن عنده فكرة مشروع أنا نأخذ مثلا أنا عشت تجربة وبعثت مشروع قبل ونعرف المسألة دي. إذا كان أنت باش تعاطى مع مؤسسة مالية باش تمنحك مبلغ معين ضروري أنك تحضر الملف شنو المشروع متاعك شنو المعدات المطلوبة فيه تجهيزات ضرورية لإنجاح المشروع من ألفها إلى يائها شنية تعمل دي دوفي معناتها تجيب فواتير معناتها مؤقتة معناتها شكلية أولية فيها العرض لسعر الأجهزة هذيك اللي أنت باش توظفها في المشروع وتقدم المكان اللي أنت باش تحط فيه المشروع متاعك تنتصب به فين بالضبط محل كراء وإذا كان فما إمكانية متاع كراء تعمل وعد متاع كراء ولا إذا كانوا ملك معناتها بصفة أخرى والسوق اللي باش تروج فيها المشروع وغيرها المواد الأولية الضرورية لانطلاق المشروع مدة 6 أشهر أو مدة سنة هذوما كلهم يتحطوا يتبوبوا ضمن تصور للمشروع ويتقدموا لمكتب التشغيل والمكتب التشغيل ينظر فيه ويزيد يراجع إذا كان فما بعض النواقص يطبع عليه يكمل مكتب التشغيل اللي يكمل مع صاحب المشروع بعد المشروع فما مراقبة أو خلينا نقولوش احنا مراقبة قولوا مرافقة بالضبط للمشروع هذية لمدة سنتين تقريب. الإعلام سي معز لازمكم تركزوا عليه اكثر الايامات الجايه سي عماره كيف كيف في المراكز نتاعكم اعلموا وين باش تمشيو ذكروا اي احنا كنا في نفس الدقيقه احنا كنا نوينا في قبلنا نبداو بالحمله هذه الميدانيه كنا باش نعملوا ندوه صحفيه في الولايه لكن موجات فما اسبوع انا كنت في سفر على كل احنا نسهم باش تعاودوا تركزوا على النقطه هذه سي معز بالحجر حمر رئيس لجنه التشغيل والاستثمار في ولايه نابل بمجلس نواب الشعب. شكرا لك سي عماره الشويخ المدير الجهوي للتكوين المهني شغل بنابل. نذكركم موعدكم لدوس في الهوارية 9:30 متاع الصباح في البلدية. قدموا المشاريع متاعكم موفقين إن شاء الله. كابافان الكلمة ليك.